تحتضن مدينة مراكش المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، ويشارك في هذا الحدث وزراء وهيئات حكومية ومنظمات دولية معنية بسؤال الوقاية من حوادث السير، إلى جانب أزيد من 800 مشارك يمثلون 50 بلدا إفريقيا. ويشكل هذا المنتدى فضاء لتبادل الخبرات والتجارب للحد من الخسائر الناجمة عن الحوادث، ويعكس هذا المنتدى الإفريقي في نسخته الأولى الاهتمام المتزايد بضرورة إيجاد حلول مناسبة للحد من نزيف الطرقات اليوم بالقارة الإفريقية التي تتصدر قائمة الوفيات على الطرقات. المنتدى الأفريقي الأول للسلامة الطرقية هو إشارة أولا اتجاه المغرب، باعتبار أن المغرب عنده مؤشرات اللي هي نوعية وعنده استراتيجية وطنية 2026 وعنده إجراءات اللي اليوم العالم المتقدم تنوه بها في المنتديات دياله، وثانيا هو إشارة اتجاه أفريقيا. اليوم المنتدى الأول لأفريقيا هو أول منتدى يجتمع فيه المسؤولون وأيضا المجتمع المدني وكل من يهتم بالسلامة الطرقية على أساس أنه يفكر في المستقبل، لماذا المعطيات ديال السلامة الطرقية في أفريقيا وللأسف لا زالت متأخرة، إذا باش نقترحوا الحلول وأيضا نفكروا في التجارب الناجحة في هذه البلدان.